الراديو 90-90 هواها مصري. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل، مساء الرضا. اتخرجت من الجامعة وبتفكر تتجوز وعايز تقدم للبنت اللي انت شفتها وعجبتك قوي 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 وقلت هي دي شريكة حياتي اللي انا نفسي اقضي بقية عمري معها، ورحت تتقدم لخطبتها. ياريت وانت بتقابلها وبتقابل اهلها تكون انت بطبيعتك بشخصيتك، وهي نفس الحكاية. اوعى تلبسي طوب غير طوبك، خليكي طبيعية. زيحوا عن نفسكوا الورنيش الاجتماعي اللي ممكن بعد الجواز يسيح ويقع، وتبان الحقيقة اللي ممكن في بعض الأحيان ما يتقبلهاش الآخر. أثناء الخطوبة الكلام حلو قوي، هي دي البنت اللي انت ساعة ما بتمسك ايدها بتحس انك مسيت كابل كهربا. يا سلام، هي دي اتجوزتها ونزل الورنيش الاجتماعي وابتديتوا تشوفوا بعض بالأب اند داون، بالتقلبات البشرية العصبية والرفض والغضب والتسامح والزعيق ايه ده؟ مين دي؟ دي مش دي اللي انا اتجوزتها؟ لا 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 لا، هي تاكل كده ليه؟ دي كانت بتاكل بطرف الشوكة. لا مش دي. وانت هو ده الشاب القمر اللي انا اتجوزته؟ ماله أهمل في نفسه كده؟ عشان كده بقول لك خليك انت من اول لحظه، اشوفك زي ما انت وتشوفها زي ما هي، والحوار بينكم يخلق نوع من الحوار اللي ممكن يبقى فيه مشده، وشوفي رد فعله ايه في الغضب وشوفي رد فعله ايه في الرضا، ونفس الحكايه بالنسبه ليكي انت. عشان كده بعد الجواز وبعد حب سنين طويله الزواج يستمر لمدة بسيطة جدا جدا، بعض الأحيان توصل لشهور معدودة، ويحصل إن احنا نوصل لأبغض الحلال عند الله. ولكن احنا بنحاول إن احنا نبقى طبيعيين في فترة ما قبل الزواج. كن أنت بشخصيتك، بكل غضبك وفرحك وحزنك وعصبيتك وتسامحك وكله، بينه من أول لحظة. نطلع الفاصل ونتكلم بعد كده. ورجعت لكم تاني، ولكن بعد الانفصال وصلوا إن هم مش لاقين بعض، مش هي دي ولا هو ده، واضطرينا إن احنا نوصل لأبغض الحلال عند الله، الطلاق. كلمة الطلاق كانت الست زمان لما تطلق يقول لها روحي وانت طالق تعيط وتحزن، حتى وإن كانت مش مستريحة معاه، لكن كان الكلمة دي بتنزل عليها صاعقة، وتقعد في البيت تحس مكسورة الخاطر، راجعة بيت أبوها من زي الأول، لو جاعت هتتكسف تفتح التلاجة وتاكل، هتتكسف، وجايز إنها راجعة بعيل، عيب على ابوها، ما بقتش البنت الصغيره الدلوعه. كانوا متجوزين ما يعزموهاش، يخافوا منها على جوازهم، كانت بتبقى مكسوره الجناح لو لبست وخرجت. عزبه وخارجه، شوف عامله ايه. لو اتاخرت بره، يا ترى كانت فين؟ كلام كتير قوي قوي كان بيحصل. ولكن اليومين دول بشوف فتيات مطلقات، قولها يا حبيبتي ليه وصلتوا للطلاق؟ تقول لي يا طنط يا الحمد لله يا ساتر يا رب، ده كان فظيع، خد الشر وراح يا ماما، ده كان شافت الأكسجين من البيت. شافت الأكسجين؟ مش هو ده نفس الراجل؟ مش هي دي نفس الست اللي انت دفعت كتير قوي وقلت هي دي؟ مش دي اللي انت عملت لها مؤخر صداء ما معرفش بقد ايه عشان تمنع نفسك من انك تطلقها؟ بعت كل حاجة عشان خلاص؟ يا جماعة طولوا نفسكم في الجواز عايز طول نفس. حاولوا تتخطوا حاجات كتيرة،
الجواز مش عايز تضحيات، عايز تنازلات بسيطة قوي. حاولوا، ومش هنسمع كلمة انت طالق أبدا. مهم أو نكمل، مهم أو نكمل حتى في الفترة الأولى لما فيهاش أولاد، ولكن كمان إذا فيها أولاد تبقى المهمة أصعب بكثير قوي. لكن أنا براعي كل حاجة وبتنازل عن كل حاجة مقابل إن ابني يصحى من النوم يقول بابا هو وماما هي، ما يصحاش أبدا يقول ماما هو بابا راح فين، أو بابا يا ماما راحت فين، أو بابا يقول أنا هدوخك في المحاكم وهبيعك هدومك، وهي تقول له إن وريتك وإن خليتك تشوف ولادك يبقى قابلني زي ما هي بتقول. ها، ده صعب قوي قوي. ياريت نحاول نتعامل بشكل أفضل عشان الحياة تستمر. نحاول.